روح للصديق والإعلامي الصحفي التونسي أمير بوكا. يا أمير مساء الخير. مساء الورد أمير ليك ولكل السادة المشاهدين قناة الأسعار المصرية، ونحب نبارك لك على البرنامج الجديد صديقي، دمت دائما متعلقا إن شاء الله. ربنا يخليك يا أمير، منورنا ومشرفنا وبسعد دايما بالتواصل معاك. أمير، يعني أحداث كانت مؤسفة جدا جدا في مباراة الترجي وأيضا شبيبة القبائل، إيه التداعيات هناك في تونس وكيف تتناول الصحافة التونسية هذه الأحداث وإيه المتوقع حدوثه خلال الفترة اللي جاية بالنسبة لجماهير نادي الترجي؟ يا ريت لو الصوت، أنا ما سمعتش سؤالك أمير عفوا. طيب سامعني كده كويس يا أمير؟ الصوت بعيد شوية. طب يا ريت يا جماعة نظبط الصوت مع أمير. لو سمعني كده تمام؟ الصوت كويس، أيوة كده كويس. طيب ايه تداعيات الاحداث اللي حصلت في مباراه الترجي وشبيبه القبائل سواء على مستوى الشارع الرياضي التونسي او على مستوى الاعلام التونسي؟ طبعا امير، بعد المشاهد المؤسفه اللي شفناها في مقابله الترجي وشبيبه القبائل، ردود الافعال اكيد كما طبيعي بتكون سلبيه، لانه دائما مكانة الرياضة تجمع، مكانة المشاهد اللي نحبوا نشوفوها في كرة القدم، ابداعات جماهير الترجي خاصة على مستوى القاري، الجماهير اللي دائما ما تبدع، دائما تكون المساند رقم واحد لفريقها. ولكن اليوم فرصة أمير إني باش نوضح للأخوة عندكم في مصر وحتى لبعض المشاهدين من العالم العربي، الأحداث اللي صارت لا تحسب على مجموعات الترجي الرياضي التونسي، بل هي فردية على أشخاص ما نعرفوش الى الان. التحقيقات جاريه في تونس للكشف عن ملابسات كل ما حصل، لانه الموضوع غامض شوي، انه مستودع يكون موجود في الملعب يكون مفتوح، انه الفريق يكون مترشح تقريبا بعد نهايه الشوط الاول نصف نهائي دوري الابطال، الامور على العال، تيفو ممتاز، حاجه تعمل كيف الجماهير بتسامح، ثم فجاه نشوف الاحداث اللي كانت غريبه من اشخاص كانوا موجودين في الملعب، وكذلك من بعض الجماهير صراحة الجزائرية، يعني جماهير شبيبة القبائل الجزائري اللي قاموا كذلك بعدة ممارسات خارجة عن الرياضة. ردود الأفعال أكيد كما كان متوقع سلبية، أكيد مشتائم الشيء اللي صار من المشاهد اللي لطالما كنا نحبه نروجوا لكرة القدم التونسية بصورة أفضل من هذا. ولكن اليوم السؤال اللي مطروح في الإعلام الرياضي التونسي أمير، لماذا يتم تسليط الضوء على مشاهد يكون فيها الترجي حاضر دائما؟ يعني اليوم نشوف المشاهد هذه مش وليدة اللحظة، أو مش تصير في تونس فقط أو في الترجي فقط، تصير في العالم الكل. يمكن آخر مقابلة يمكن كذلك اللي صارت بين هلال السودان والأهلي المصري صار فيها أحداث وتم تسليط الضوء عليها، لكن صح مش بنفس الطريقة. أحداث تصير في مقابلات في دربيات عربية، نشوف البطولة المغربية أو الجزائرية فما لاعب توفى بحجاره من الجماهير. فاليوم الجماهير في تونس تحس انه الضوء مسلط على الترجي الرياضي التونسي، والاضواء مسلطه على الترجي الرياضي التونسي وجماهير الترجي. طب امير الترجي، امير انت اتكلمت في جزئيه مهمه قوي وهي خاصه بان الترجي في الشوط الاول يعني كان خلاص الموضوع شبه متاهل والقصه شبه محسومه. ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي ان احنا نشوف هذه المشاهد لفريق او لجمهور فريق خلاص بيقترب جدا من التاهل، ناقص 45 دقيقه وتاهل؟ يعني ايه الاسباب يعني بالضبط؟ هو شوف امير، نحب ننوه اليوم على شيء مهم جدا. جماهير الترجي خاصه الموسم الحالي نقلت ثلاث او اربع مرات خارج حدود الوطن باعداد كبيره، يمكن اخرها ليله العيد في مقابله الذهاب ضد شبيبه القبائل الجزائر نقلوا تقريبا 8000 مشجع او مناصر للترجي الرياضي التونسي للجزائر، ما صارش حتى تجاوز. يعني لو تشوف انت حتى مقابله الترجي في دوري الابطال والبطوله التونسيه الموسم الحالي، مش شماريخ شعلت في الملعب، الشمعه ما قامش الجمهور تشعينها في الملعب تفاديا لاي عقوبات قد تكون موجوده من الاتحاد الافريقي او من الاتحاد التونسي، لان نحب نحل القوس اليوم الاتحاد التونسي لكره القدم مقصر مع الترجي الرياضي التونسي. انا اليوم كاعلامي رياضي مش دوري نتكلم باسم الترجي وباسم جماهير الترجي، ولكن خلينا نقول لك صريح العباره اليوم امير، الترجي اليوم عنده جمهوره وعنده لاعبيه وعنده ادارته فقط. اليوم نستغرب كذلك من الرزنامه الكبيره اللي حصل الاتحاد التونسي على الترجي، وكانه الفريق هذا يمثل موزمبيق بيمثل تونس مسابقات نفس اللي بيحصل هنا شويه في مصر مثلا حتى مع بعض الفرق اللي بتشارك افريقيا بالمناسبه. يعني اتفضل.
ولا سمعتك يا ما سمعتش. بقول لك نفس تقريبا اللي بيحصل، يعني ضغط الريزونامه بالنسبه للمباريات في بطوله الدوري المحلي بتحصل في مصر زي ما بيحصل في تونس مثلا مع الترجي، بتحصل مع بعض الانديه في مصر يعني. لا ولكن الخبر اليوم مثلا جاء اللي مقابله الاهلي في الدور القادم في الكاس تم تاجيلها، يعني كان بالمقابله. ايوه ما اصل الماتش بتاع الاهلي مع حرس الحدود قبل الماتش بتاع الاهلي في افريقيا بيومين او ثلاثه بالظبط، فيعني مش منطقي كمان اتحاد الكره ما ياجلوش، يعني لازم يتاجل يعني بصراحه. فدي حاجه لا 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 الترجي هو الترجي عنده قبل مقابله الاهلي بيومين مقابله وثلاث ايام. لا والله الدرجه دي يعني انا اكد لك الاتحاد التونسي لو كان لاقي يحط الترجي يلعب مقابلتين فرنسيين مستغربين منه. ما ما نبعدوش على موضوع امير المشاهد اللي صارت اليوم تم تمديد الاحتفاظ ب 66 شخص على ذمه التحقيق في الاحداث اللي صارت. اقولها بصريح العباره اتحمل مسؤوليتي كامله في كل كلمه اقولها. اليوم الاحداث اللي صارت تتحمل مسؤوليتها طبعا وزاره الداخليه كجهه اولى على كل ما صار في المقابله. كيفاش اليوم في مقابله طيب. القيمه هذه يكون ثم مستودع تحت الملعب يكون مفتوح بعض الاشخاص وصلوا. طب امير دلوقتي من المتوقع ان يكون في قرارات من الاتحاد الافريقي طبيعي باتجاه الترجي وجمهور الترجي، والقرارات يعني نسبه كبيره اكيد حرمان الجمهور من حضور المباريات المقبله على ملعب الترجي. هل مسؤولي الترجي ممكن ياخدوا قرارات او ياخدوا او يخاطبوا الاتحاد الافريقي عشان يقلصوا هذه العقوبات المتوقع حدوثها او يعترضوا عليها في الاساس؟ ولا هيكون الامر بالنسبه لهم منطقي؟ طيب هو من مصادري المؤكده امير باش يكون ثم اجتماع يوم الجمعه صلب الاتحاد الافريقي لكره القدم لمناقشه احداث مقابله الترجي وشبيبه القبائل الجزائري. وهنا استغرب مره اخرى وسؤال موجه للاتحاد الافريقي الكاف على تونس بس. الاحداث اللي صارت في مقابله الرجاء والاهلي يعني على فكره نحب ان ننتهز الفرصه هذه باش نقدم احر التعازي لكل اخوات المغربيين وجماهير الرجاء المغربي. ثم مشجع من جماهير الرجاء توفيت بسبب التدافع قبل مقابله الاهلي المصري في المغرب، ولم يتم التطرق للموضوع هذا نهائيا وما تمش تركيز الضوء. بما يخص العقوبه امير، العقوبات المتوقعه مش تكون موجوده على الترجي هي عقوبات ماديه فقط، ولكن مش تكون كبيره جدا على اداره الترجي الرياضي التونسي. ماديه فقط يكون يعني هيكون الجمهور موجود في ماتش الاهلي عادي. طيب الجمهور باش يكون موجود، ولكن باش يكون ثم عقوبه ماديه ضخمه على الترجي الرياضي التونسي. الشيء اللي صار في مقابله شبيبه القبائل، انا شفت امير نعرفك انا صريح وتحب الصراحه طبعا وتحب كلمه الحق كذلك اكيد. والله نحب نستغل وجودي معاك في قناه النهار، نحب نعلق على معلومه خارجه. شوف نعرف احنا مصداقيه بعض الاعلاميين عندكم في مصر، وانت من الناس اللي نحبهم برشا مش في وجهك امير، يعني نقولها دائما سواء كنت حاضر معاك او مش حاضر معاك ربنا يكرمك. المحترمه جدا هو امير شبلي. فما تدوينه نزلت اليوم على اعلامي مصري خالد الغندور، قال فيها اللي على ما يبدو اللي الاتحاد الافريقي في الايام القادمه سيعلن على 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 اجراء مقابله الترجي والاهلي بدون حضور جماهير الترجي. مش عارف انا خالد الغندور هو يخدم في الكاف على جهه تاكيد المفروضات ولا شنو موضوعه بالضبط. نحب ننفي المعلومه هذه ومتاكد من كلامي. المعلومه هذه الاتحاد الافريقي لم يتطرق حتى معناه في تقرير الحكم تقرير مراقب المقابله مقابله الترجي وشبيبه القبائل. اذكر اللي صار الاحداث اللي صارت لم تؤثر على نتيجه المقابله ولم تمس اي شخص من جماهير شبيبه القبائل او من وسط شبيبه القبائل الجزائري. تونس دائما ترحب بالاشقاء العرب الكل، تونس دائما فاتحه ابوابها خاصه على مستوى الرياضه. نعم بلد جميله تونس دي والله ونعرف العلاقات بحبها جدا بين الترجي والعلاقات الكبيره كذلك بين الترجي والاهلي المصري، زوز من اكبر الفرق في القاره الافريقيه. وكنت نحب انه لو فما اعلان باش يعطي راي في الموضوع هذا يكون اعلامي على الاقل للاهلي المصري كبار في بعضهم، ما نحبش اعلامي من فريق اخر يعطي راي في شان هو مش معنى. كل الاحترام لاي حد حابب ان هو يبدي رايه او حاجه، يعني كل واحد حر في رايه امير، وانت برضه حر في رايك وحر في اللي انت حابب تقوله. لكن في كل الاحوال نتمنى ان مباراتي الاهلي والترجي يخرجوا بشكل جيد، فرقتين كبار واكيد هتبقى مواجهات مثيره للغايه. امير انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا من خلال هذه المداخلة. الصديق الإعلامي أمير بوكا الإعلام التونسي كان معانا عشان يقول لنا آخر التداعيات اللي تتعلق بأحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل.